البرنامج كمان بالتعاون مع شركه جي ام سي. جهز 10 عرايس في قريه ميانا ببني سويف، تعالوا نشوف فرحتهم بالجهاز الجديد. برنامج واحد من الناس جاء النهاردة عشان يقدم لنا، وشركة جي ام سي جاء النهاردة عشان يقدم لنا أدوات كهربائية، غسالة نص أوتوماتيك وثلاجة وبوتاجاز وسخان. أنا حاسة إني سعيدة في الجهاز. استلم لها جهاز الغسالة وثلاجة وبوتاجاز وسخان. أيوة سعادتنا طبعا، والله لسه ما جبناه، والفرح يوم الخميس الجاي. أنا طبعا عروسة جاية النهاردة جاهز، واخد غسالة وثلاجة وبوتاجاز. نشكر برنامج واحد من الناس، فرحانة إني هتجوز إن شاء الله. طبعا مبسوطين النهاردة من شركة جي ام سي بتساعدوا برنامج واحد من الناس، ونشكر كل الناس اللي هي واقفه جنبينا وبتساعدنا وطاعه عشان خاطر الناس تقف مع الناس الفقراء والناس اللي هي المحتاجين. احنا بنشكر الناس اللي زي العسل اللي شفناها دي النهارده، وكل عام وانتم طيبين وتعيشوا الانتاله يا رب، وجيبوا لنا حاجات حلوه للعرايس. فرحانه قوي والله، عقبال ما اجيب لي البنت الثانيه من هنا. فرحانه النهارده عشان جايه استلم حاجات البوتاجاز والغسال والثلاجه، والف الف مبروك. احنا بديها يعني لها سنة ثلاث سنين مش عارفين نجهز لها. احنا بنشكر البرنامج اللي بيقوي الناس وساعدونا، الناس فقارة يعني وكويسين، وربنا يعينهم ويسعدهم ويزيدهم من نعم الله. وتشكروا على كل حاجة حلوة عملتها لنا وسلموها لعرايسنا، وربنا يقبل عندكم وربنا يتمم بخير للكل. ويشكر عمر الليسي، وكل سنة وانتم طيبين وتعيشوا وتيجوا بلادنا هنا وتكبروا بخاطر الجميع. النهارده مؤسسة واحد من الناس وبرنامج واحد من الناس بالتعاون مع شركة جي ام سي بنقدم مساعدات في شكل جهاز أجهزة كهربائية للبنات اللي اتعاقد قرانهم، ويعني الإمكانيات محدودة شوية، مش قادرين يجيبوا الأجهزة الكهربائية.